في المجموعه، وخاصه انتوا وقعتوا مع الهلال ووقعتوا مع سان داونز والاهلي؟ والله نحن كنا متوقعين انه نقع مع الهلال في مجموعه. سان داونز فريق محترم والاهلي فريق كبير. انا بفتكر انه المجموعه قويه جدا، وكل ما تكون المجموعه قويه ديك دافع اكبر انك تعيد نفسك بصوره احسن. شايف ان فريق من وجود فريق من السودان معاكم ده يعزز حظوظكم في الصعود، ولا الموضوع يصعب عليكم اكتر؟ والله وجود الهلال معانا يعزز حظوظنا في الصعود، ويعزز انه نلعب مباراتين مع الهلال على ارضنا، يبقى انه دي حاجه كويسه جدا انه نلعب مباراتين مع الهلال في ارضنا، وبعد ذلك نلعب في جنوب افريقيا ونلعب في مصر. ونتمنى دائما يعني التوفيق في المباريات. اصعب مباراه بالنسبه لوجهه نظرك ايه هتبقى بالنسبه لكم؟ والله انا شايف نحن كنا الاهلي لعبنا معه السنه اللي فاتت مباراتين، وكانت مباريات قويه جدا، يمكن غلبونا في المباراه الاولى هنا، والمباراه الثانيه في الخرطوم كانت مباراه قويه، يمكن كل الناس يعرفون ان المريخ قدم مباراه قويه. الفريق يمكن شويه يعني ما عارفين عنه حاجه، او ما لعبنا معه قريب سان داونز. واتمنى احنا الكره السودانيه دائما مفوقه في مع الكره الجنوب افريقيا، ونحن ان شاء الله يعني حنلعب مباراه كبيره ماتش كبيره مع سان داونز. وانا شايف ده نقطه الفريق القوي الاول، فريق نحن ما عارفين عنه حاجه، اما الاهلي فريق معروف فريق قوي، نحن لازم نعد له بصوره احسن وباسلوب بعزيمه كبيره.